حول اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة جهود تطوير منظومة الأسمدة في مصر، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. يرحب بك دكتور محمد. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. دكتور محمد، مزيد من التفاصيل حول اجتماع الرئيس اليوم مع دولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء. الحقيقة هذا الاجتماع بيأتي مكملا لجهود كبيرة بتقوم بها الدولة المصرية في الوقت الحالي للتوسع في المساحة المنزرعة وزيادة المساحة المنزرعة. احنا بنقوم بعمليات توسع، مشروعات كبيرة بنقوم بها لزيادة الأراضي اللي بنزرعها في مصر. احنا يمكن بنتكلم على مشروع لاستصلاح 2.2 مليون فدان في منطقة الدلتا الجديدة، أيضا في مشروع لاستصلاح 1.5 مليون فدان في منطقة الريف المصري الجديد، إضافة إلى عندنا مساحات بنزرعها أو هنبدأ نزرعها في مناطق سيناء، إضافة إلى التوسعات اللي بنقوم بيها في جنوب الوادي. فكل دي مشروعات جديدة وكل دي أراضي جديدة هيتم إضافتها للرقعة المزرعة في مصر، إضافة لأن كمان إحنا عندنا جهود كبيرة بنقوم بيها من مشروعات متعددة لزيادة إنتاجية الأرض المزرعة دلوقتي، الأراضي الموجودة اللي هي حوالي 9.4 مليون فدان اللي بيزرعها المزارع المصري في الوقت الحالي. فده بيقول ان احنا محتاجين نأمن الاحتياجات من المستلزمات الزراعيه اللي تقدر تساعد المزارع المصري سواء اللي بيزرع النهارده او اللي هيزرع في المستقبل ان هو يلبي احتياجاته. موقفنا الحالي من الاسمده الحمد لله موقف مطمئن، عندنا استثمارات كبيره قمنا بها في هذا المجال وبننتج كميات كبيره، ولكن احنا محتاجين نؤمن الاحتياجات الحاليه والاحتياجات المستقبليه ونضمن دوام وتوفير الاسمده بشكل مستمر. فده كان الهدف من هذا الاجتماع الحقيقه، وطبعا المردود اللي موجود في هذا الاجتماع ان يتم تشكيل لجنه ويبقى في تنسيق مستمر مع مختلف الجهات سواء اجهزه بحثيه، معاهد بحثيه او حتى جامعات مصريه، اضافه الى وزاره التجاره والصناعه لما لها دور كبير في توفير هذه المنتجات وتحت المصانع، وايضا وزاره الزراعه لتلبيه الاحتياجات الحاليه والمستقبليه باذن الله من كل انواع الاسمده سواء كانت اسمده ازوتيه او فوسفاتيه او حتى اسمده بوتاسيه. تتحدث عن عملية إنتاج خالصة 100% في مصر. بالضبط، الحمد لله احنا عندنا يمكن ميزة نسبية موجودة في توفير الأسمدة، احنا عندنا قدرات إنتاجية، عندنا خبرات كبيرة في هذا المجال، فاستثمار هذه الخبرات واستثمار هذه النجاحات المتتالية إضافة إلى المشروعات القومية اللي بتقوم بها الدولة المصرية أكيد هيكون فرصة كبيرة جدا للتوسع في هذا المحور. والاهتمام والحقيقة اهتمام الدولة المصرية كان واضح جدا بالقطاع الزراعي عموما من 2014 وحتى الآن، احنا شايفين حجم الاهتمامات بهذا القطاع مش بس بالاستثمارات اللي بتحدث في هذا القطاع سواء للتوسعات في الأراضي أو توفير مستلزمات الإنتاج، وإنما أيضا مشروعات البنية التحتية اللي بتقوم بها الدولة المصرية ايضا بتؤثر بشكل مباشر في القطاع الزراعي. يعني لو بنتكلم مثلا على شبكه الطرق اللي بيتم انشائها، هنضرب مثال كمشروع المحور الضبعه، ده مشروع ملوش علاقه بالزراعه ولكن على ضفاف هذا المحور اللي اصبح شريان حياه بالنسبه لهذه المنطقه، نمت وبدانا نشوف مشروعات زراعيه عملاقه زي مشروع دلتا جديده. لو بنتكلم على طريق اسيوط الغربي هنلاقي نفس الكلام، لو بنتكلم على الانشاء اللي بتحصل لربط سيناء بمحافظات الجمهوريه ايضا هنلاقي فيه دور كبير جدا لهذه الانفاق في ان احنا نقدر نزرع مساحات من الاراضي في هذه المناطق. فكل ده مشروعات مكمله، وهذا الاهتمام واضح جدا بتحقيق طفرات انتاجيه في القطاع الزراعي بمختلف اشكاله بمختلف معاييره، فبالتالي ده هيكون داعم كبير جدا لتلبيه او التوسع بقى في توفير المستلزمات الزراعيه، هيكون داعم كبير جدا للتوسع في هذا المحور محور القطاع الزراعي، وايضا يساعد في ان احنا نلبي الامن الغذائي للمواطن المصري اللي يمكن بيشهد تحسن كبير جدا، وشفنا خلال جائحه كورونا قد ايه كان اثر كبير موجود على كل دول العالم، الا ان المواطن المصري كان عنده كل احتياجاته وفي استقرار وثبات في الاسعار، وايضا حتى دلوقتي احنا بنشوف حجم الصادرات المزرعيه المصريه اللي قادره تغزو كل اسواق العالم، فده كله بيبرهن ان الاستثمار في القطاع الزراعي بيكون له مردود ايجابي كبير جدا على المواطن المصري، لان كمان اكثر من 50% من الشعب المصري بيتاثر بشكل مباشر او غير مباشر بالقطاع الزراعي، اضافه الى اثره على الاقتصاد، اضافه الى اثره على توفير المواطن المصري. شكرا جزيلا الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي، كنت معي هاتفيا من القاهره.